فتيل الخلاف بين شركة الخطوط الجوية الفرنسية ونقابات عمالها يبقى مشتعلا. يوم الخميس على غرار العاصمة باريس شهدت عدة مدن مظاهرات حاشدة لعمال الشركة الرافضين لخطة إعادة الهيكلة. المظاهرات تزامنت مع الجولة الثانية من المفاوضات التي أجريت تحت حراسة أمنية مشددة. في حال استمرار المفاوضات في مثل هذه الديناميكية وفقا للخطة الأولى، التخفيضات الوحيدة في الوظائف التي ننوي القيام بها في 2016 تخص المغادرات الطوعية لألف منصب شغل. إنه عدد تطرقنا له مع شركاء الاجتماعيين وتم تأكيده حسب الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الفرنسية. مقترح وصفته النقابات بالغموض ولا يحل مشكلة 2900 وظيفة التي تعتزم الشركة إلغاءها. هذا الطيار يقول: في الحياة إن لم تقم بأي شيء وإن لم تتحمل مسؤولياتك من المؤكد أنه لن يحدث أي شيء. لذلك يجب على الحكومة اتخاذ التدابير والإعلان عما تريده إذا أرادت أن تكون لها شركة قوية بوزن في المحفل الجوي الدولي أم لا. أزمة تبقى إذن شوكة في خاصرة السلطات المحلية التي تمتلك نسبة 17% من أسهم الخطوط الجوية الفرنسية.